فيديو لقناة شو الأخبار. بنطمنكم على حالنا. أنا من باي بوينت تامبا باي. الحمد لله أمورنا تمام، ما في مشاكل. عندنا شوية خراب خارجية وكل شيء لازم نصلح. منسوب المي فعلا كان عالي اليوم الصبح، بس الحمد لله رجعت المي جات تقريبا طبيعية. هاي بتقدر تشوفه بالفيديو، ورح أنزل كمان أصور للأشياء اللي تحت، الشغلات اللي شوي فيها خراب، بس الحمد لله الحمد لله ما في أي إصابات، ما في حدا تضرر. معظم السكان هون طلعوا من بيوتهم، إحنا ما طلعنا، إحنا اللي ساكنين بالطابق الثاني ما طلعنا، بس الحمد لله الكل بخير، ما في أي إصابات أو أي مشاكل تذكر. السلام عليكم، معاكم محمد حمدان. إحنا اليوم فاتحين المحل الأمانة والأقصى بخدمة الجالية العربية، والحمد لله على سلامة الجميع. الحمد لله الإعصار عدى على خير، وأهلا وسهلا في الجميع. احنا فاتحين المطعم والملحمة والمخبز والتو لوكيشن الحمد لله، ونشكر الأخ حسين هاشم على السؤال عنا من واتساب ميديا. اهلا وسهلا في الجميع، احنا اليوم من رام الله ماركت. Today's hurricane season we are open، فاتحين لكم لخدمتكم جاليتنا معكم في الهوريكين اليوم الاربعاء. بتشوفوا كل شيء فريش هون في رام الله ماركت، وبنحب نطمن على سلامتكم، كونوا بخير جميعكم. وشكر خاص لحبيبنا حسين هاشم وطاقم شركه طاقم تلفزيون واتساب ميديا اللي دائما معنا في كل الجاليات العربيه في امريكا. وهذا فيديو تاني لقناة شو الأخبار، برضو من باي بوينت من تامبا. الأضرار عن جد الحمد لله بسيطة. المنسوب المي I think بتقدر تشوفه بالضبط هنا لوين وصلت المي، بس الحمد لله كان في يعني مسافة كافية بعيد شوي عن الأبارتمنت، فما دخلت جوا الأبارتمنت. في هون ناس من أول كانوا قبل الهوريكين كانوا محتاطين وشالوا البوتس تبعوا لهم، حركوهم لأماكن ما في عليها خطر. طبعا صار في شوية دمار بالدكس اللي هون، هدول اللي بس اللي بنمشي عليهم. في بعض الأماكن على الجهة الخلفية كان في شوية دمار، كله مع الانشورنس مع الأشياء هاي كله بتصلح. أهم شيء الأبارتمنت، الناس، ما في أي أضرار، ما في أي مشاكل، الحمد لله الحمد لله عدت على خير. وشكرا لقناة شو الأخبار.